ده؟ دي العربية بعد الحادثة أو هنا هي. أنا كنت جوه هنا وهدير كانت هنا والمدام كانت جنبي الناحية التانية. ضربات القدر ساعات بتكون موجعة لدرجة إنها توقف حياتك، خصوصا لو مفاجأة. ألم من عمقه يجمد الدم في عروقك. سيدنا يعقوب فقد بصره من كتر حزنه على ابنه سيدنا يوسف، وده نبي ومن بيت نبي، ما بالكم بقى باللي زيي وزيكم. تقدر تتخيل نفسك قاعد على القهوة كده، تبص تلاقي بيتك اللي فيه كل شقاك وأهلك وعيلتك يقع قدام عينيك. بلاش. تقدر تتخيل ابنك يتصلوا بيك يخيروك تخسر ايد ولا رجل فيه؟ او تقدر تتخيل بنتك يقولوا لك احنا مش عارفين نشيلها من تحت عجل عربية نقل؟ مصايب طول ما انت بتسمعها مش حاسسها، لكن تعيشها. 2019 بدأت عند ناس باحتفالات وألعاب نارية وطراطير، بس عند ناس تانية بدأت بكارثة زلزلت حياتهم. ماذا حدث في أول ساعة في 2019؟ حاجات كتير، بس في حاجة منهم لازم أقف عندها. مهمة النهاردة رحلة لبحث قصة حقيقية لحادثة عدائري. حادثة حصلت أول ساعة في أول يوم في السنة دي. تعالوا نشوف معايا أول فيديو وصلني في أول حادثة حصلت في 2019. ست ثواني مدة الفيديو اللي وصلني. كان ممكن جدا أعدي الفيديو اللي جالي ده وأقول حادثة، زي ما ناس كتير وقفت تتفرج على الحادثة وكملت حياتها وطريقها عادي. حادثة؟ لا، دي مش حادثة، ولا ينفع نكمل بعدها عادي. ليه؟ سؤال مهم هنجاوب عليه في مهمة النهاردة. دورنا على أصحاب الواقعة الناجين منها، عرفنا ان كان فيه في العربية تلاتة، نورة وجوزها اسلام وكائن تالت. اول واحدة خرجت من العربية عايشة بعد الحادثة هي نورة. نورة وجوزها اسلام كانوا بيحتفلوا براس السنة الساعة 12 في 31/12/2018 عند اختها في مدينة ناصر. شالوا امانة معاهم من بيت اختها رايحين لبيتهم، مشوا على الدائري اللي حصلت عليه الكارثه. اسلام قرر ان هو ياخد الدائري، احتمال ان يكون اسرع، يعني احتمال اكبر شويه من الهرم. فاسلام من على بعد مثلا 20 متر، انا ما بفهمش في تعديل المسافات، بس كان من بعد مسافه طويله كان الدائري واقف قلب باركينج، يعني ما كانش في عربيات بتمشي، يعني على مرمى البصر احنا مش شايفين عربيه واحده بتتحرك. اسلام قال شكلها فيها بيات النهارده وركن، خد دوره في الصف وركن على الشمال. احنا ركننا 10 ثواني، الموضوع كله بعد 10 ثواني. بعد العشر ثواني دول انا حسيت حرفيا، مش ببالغ، القيامة قامت، لان الصوت اللي سمعته واحنا بنطبق والحديد بيتطبق علينا، قلت خلاص هي القيامه بتقوم. هو انا سمعت صوت قوي جدا جدا جدا، والازاز جنبي بيتكسر، وازاز عمال يتنتر عليا، وشواكيش كتير قوي في ظهري. وبعدين انا وانا موجوده جوه العربيه، انا لقيت فجاه ناس كتير قوي بيسحبوني من شباك العربية، وأنا ولسه الحديد مطبق، يعني أنا مفروض بطلع من شباك عربية والإزاز متكسر والحديد مطبق، فالمفروض هما بيسحبوني، هما بيسحبوا من أي حتة شايفينها فيا، إيد رجل دماغ راس، أي حتة عايزين يطلعوها. وكل ده أنا مش مستوعبة فيه إيه، لحد ما سمعت صوت إسلام جنبي بيصوت بيصرخ صرخة ألم جامدة جدا، وشايفاه الكرسي بتاعه بيتزق لحد دركسيون العربية، جسمه كله عمال بيتضغط ومفيش حاجة بتوقف،
فببص ورا عايز اعرف ايه اللي بيضغط عليه من ورا. انا عارف ان بنتي قاعده ورا، انا عايز اعرف ايه اللي بيضغط ورا. لقيت كومة حديد ورا، مشوفش هدير. اسلام قال الشهاده. انا كان بيدخلوا لي خرطوم الاكسجين عشان انا مش عارف اتنفس لان انا كنت مضغوط على صدري وعلى وشي واعراسي، يعني طب انا حتى مش عارف بحرك عيني بس وبتكلم يعني، وايدي دي بس عشان احط ايدي يعني، ايدي برضه كانت محبوسه كده. كنت بدخل، انا مش عايز اقول لهم مش عايز، انا خلاص لما بتكلم بعرف اتنفس الحمد لله. باخد الخرطوم، كنت احط خرطوم الاكسجين عند هدي، بقول لهم بنتي ورا بنتي ورا بنتي ورا، اسلام يقول بنتي. فطبعا يعني هم مش مستوى، الناس فقدت القدرة على الاستيعاب ان في حد هنا.